السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، قبل أن نشرع في حصة القراءة لا بأس أن نراجع هذه الأصوات التي تعرفنا عليها سابقا. إذا نقرأ جماعتان. من ذن ط ت بو كو إي ها ري لن دو زن سن و قين. نعم جيد، بعدما تعرفنا على الصوت وراجعناها جماعتان نمر الآن إلى التعرف على صوت جديد، ولكن قبل ذلك لا بأس أن نتعرف عليه من خلال هذه الأنشودة. استمعوا أحبتي إلى هذه الأنشودة الصغيرة. نقطة على صوت الحاء، نقطة على صوت الحاء. أحضر أحضر، صارت أخضر صارت أخضر. نقطة على صوت الحاء، نقطة على صوت الحاء. نحلة صارت نخلة، نحلة صارت نخلة. نعم، بعدما استمعنا إلى الأنشودة سأكتب الكلمات على السبورة وسنلاحظ التغيير الذي طرأ على هذه الكلمات من خلال كتابتها على السبورة. إذن الكلمة الأولى أحضر، أحضر. سنضيف نقطة إلى صوت ح. سأعيد كتابة نفس الكلمة ولكن سأضيف نقطة على صوت ح. إذا ننتبه، ثم سأضع الحركات. أحضر أصبحت أخضر. كلمة ثانية نحلة، سأضيف نقطة على صوت ح وأعيد كتابة نفس الكلمة. أصبحت نخلة، ضع الحركات. نحلة، سنقرأها هنا نخلة. جيد، إذن أحضر أضفنا نقطة على صوت ح أصبحت أخضر. كلمة ثانية نحلة، أضفنا نقطة على صوت ح أصبحت نخلة، نخلة.
تعرفتم معي أحبتي على الصوت الجديد الذي كتب بلون مغاير؟ أحسنتم، جيد جدا. هو صوت خ، صوت خ. أحسنتم. إذن صوت خ يشبه ماذا؟ يشبه صوت ح. إذن تعرفنا في الأسابيع الماضية على صوت ح، ثم تعرفنا على صوت ج. اليوم سنضيف صوت آخر لهذه السلسلة وهو صوت خ. قلت تعرفنا على صوت ح، انظروا إلى صوت ح بدون نقطة. أيضا تعرفنا على صوت ج ولكن مع النقطة في الأسفل، كتبت النقطة في الأسفل. والصوت والضيف الجديد لهذا الأسبوع هو صوت خ، ولكن النقطة في كتبت في الأعلى، كتبت في الأعلى. جيد، نمر الآن إلى قراءة صوت خ مع الحركات. هيا أحبتي جماعة نقرأ خ خو خي. خ خو خي. خ خو خي. خن خن خين. قرأوها أنتم بالحركات التشبيهية التي تعرفنا عليها مع جميع الأصوات السابقة. نمر الآن إلى الألواح، نكتب صوت خ مع جميع الحركات التي تعرفنا عليها. نعم، بعدما قرأنا صوت خ مع الحركات، نمر الآن إلى كتابته على السبورة لكي نقرأه جماعة. نتابع، نكتبه مع الفتحة خ. نعم، مع فتحة وألف مد خ، مع فتحة فتحتان عفوا وألف مد، ثم مع الضمة خو، مع ضمة ومد خو، مع ضمتان خن. مع الكسرة خي، مع كسرة ويا مد خي، مع كسرتان وفتحة خ، شدة وضمة خو، مع شدة وكسرة خي. نشوفوها أحبتي على الدفاتر الخاصة في المنزل، ثم قرأوها قراءة جيدة. بعدما قرأنا صوت خ مع الحركات وكتبناه على الألواح، نمر الآن للتعرف على صوت خ حسب تموضعه في كل كلمة. نبدأ بصوت خ في بداية الكلمة ونقرأ الكلمة الأولى. نعم جيد، سأقرأ خو ذا تون، خو ذا تون. إذن كتب صوت خ في أول الكلمة مع ضمة وواو المد، خو ذا تون. نعم، نتعرف على صوت خ في وسط الكلمة مع هذه الكلمة، يعني قرأوا نعم جيد، ضخ ماتون، ضخ ماتون.
نعم، كتب صوت خ في وسط الكلمة مع السكون. جيد، ثم سنتعرف عليه في آخر الكلمة. هذه الكلمة قرأ الكلمة جيدا. فخن، فخن. إذا كتب صوت خ في آخر الكلمة مع شدة وضمتين. فخن. حاولوا أحبتي في المنزل أن تبحثوا عن كلمات أخرى تتضمن صوت خ وأن تكتبوها على الدفتر وأن ترسلوها لنا. دمتم بصحة جيدة.